بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص المداخلة، سأتناول موضوع الأمن الغذائي بالمغرب وفق مقاربة علم الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي وكذا تحليل السياسات العمومية، وارتباطا بعنوان المداخلة سوف أنطلق من زاويتين أو أركز على زاويتين أساسيتين. الزاوية الأولى تتمثل أساسا في رصد تحديات أو تأثيرات العولمة على معطى الأمن الغذائي، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤل التالي: ما هي طبيعة التأثير الذي أحدثته العولمة على معطى الأمن الغذائي عموما والأمن الغذائي بالمغرب خاصة، من خلال استحضار مجموعة من النقط الأساسية: تأثير التوجه النيوليبرالي، المؤسسات المالية الدولية، إشكالية المديونية، إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى. ومن جانب آخر أو زاوية أخرى سوف أتحدث عن العوامل الداخلية، أي كيف تؤثر العوامل الداخلية على خيارات السياسات العمومية الفلاحية وعلى الأمن الغذائي بالمغرب، من خلال استحضار معطى النسق السياسي، تأثيرات جماعات المصالح، خيارات مخطط المغرب الأخضر وغير ذلك من النقاط. فيما يخص تحديات أو تأثيرات العولمة، يقول فرانسيس مورلابي وجوزيف كولينز في كتابهما صناعة الجوع أو خرافة الندرة: لن يكون هناك أمن غذائي حقيقي مهما بلغ الإنتاج ما دامت موارد إنتاج الغذاء تسيطر عليها أقلية ضئيلة وتستخدم فقط لإثرائها. من جانب آخر يقول عالم الاجتماع والاقتصادي السويسري جون زيغلر في كتابه سادة العالم الجدد، يقول بأن الجوع المستمر ونقص التغذية المزمن من صنع بعض البشر بالضبط هو نتيجة للنظام العالمي الجديد القائم على الخوصصة التي توفر لأصحابها إيرادات مالية خيالية في عدم مبالاة لتبعات الشعوب التي فرضت عليها الخوصصة بعد عدم قدرتها على دفع ديونها لمؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤكده كذلك الباحث سيرج لاتوش في كتابه تغريب العالم. في آخر تقرير لأوكسفام برسم سنة 2023 بعنوان البقاء للأغنى، جاء فيه: نحن نعيش لحظة غير مسبوقة من الأزمات المتعددة، يعاني عشرات الملايين من الناس من الجوع فيما يواجه مئات الملايين ارتفاعاً غير منطقي في تكلفة السلع الأساسية، وفي الوقت نفسه ثمة رابحون من جميع هذه الأزمات المتعددة، إذ أصبح الأغنياء أكثر ثراءً بشكل كبير، وبلغت أرباح الشركات المتعددة الجنسيات مستويات قياسية ما ساهم في تعميق أزمة الأمن الغذائي. ارتباطاً بهذه الاقتباسات وهذه المفاهيم، فالعولمة أو التوجه النيوليبرالي أو النسق الرأسمالي غير حتى على مستوى المفاهيم، مضامين المفاهيم. انتقلنا من الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، وإذا دققنا في هذا المفهوم نجد بأنه يتلخص في توفير الغذاء دون الخوض في نقاش سبل وإمكانيات توفيره، بحيث يستبعد مفهوم الأمن الغذائي المسؤولية الإلزامية للإنتاج المحلي في توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية، فيما يقترح بالمقابل أن تعوض سياسة استيراد الموارد الغذائية مهام إنتاجها محليا. ما يلاحظ في هذا الإطار بأن هذه الفكرة تنطوي فكرة الاستيراد في حد ذاتها بوصفها واحد الأداة من الأدوات الاقتصاد النيوليبرالي على تحليل مفاده أن الغذاء لا يعدو أن يكون سوى سلعة كباقي السلع، بمعنى انتقال الغذاء من مفهوم الحق إلى مفهوم السلعة، يتم تحديد سعرها وفقا لمنطق العرض والطلب في السوق العالمية،
إضافة إلى ذلك يقع الاستناد إلى نظرية الامتيازات المقارنة أو الميزات التفاوضية المكرسة لمنطق فلاح التخصص لصاحبها دافيد ريكاردو، والتي بموجبها لم تعد عملية توفير هذا الغذاء خاضعة لشروط الإنتاج الفلاحي، بل صار منطق الربح ومراكمته هو الشرط الأساسي المحدد فيها، وهو ما جعل موريس أوديت يتساءل في إطار ما يسمى بخدعة المفاهيم: من نختار؟ واش غادي نختاروا مفهوم الأمن الغذائي أم السيادة الغذائية؟ ويطرح كذلك تساؤلا آخر: فقد حان وقت الاختيار. إذن هنالك ما يجب الانتباه إليه بأن مفهوم الأمن الغذائي حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية الزراعية كيقوم على 4 ديال المقومات: هو توفير الغذاء، الحصول على الغذاء، الاستفادة، الاستقرار. بمعنى آخر، بمعنى أن من كنهضروا على الأمن الغذائي راه ما كنهضروش فقط على توفير الغذاء، بل الحصول على هذا الغذاء، بمعنى تمكين الأفراد من الوصول إلى كميات كافية من المواد الغذائية التي يحتاجونها. إذن بناء على هذه المعطيات حاولت أن أبرز طبيعة هذا النسق، التي النسق نيو ليبرالي الذي يقوم وبالأساس على تركيز الثروة والإنتاج والسوق العالمية. هنا نتساءل كيف أثرت هذه العولمة وهذه الأيديولوجيا الليبرالية على السياسات الفلاحية وعلى الأمن الغذائي بالمغرب. الإشكال الأساسي والرئيسي هو المديونية، بحيث أن هذه المديونية أصبحت مشكلة بنيوية في الاقتصاد المغربي، والتي من خلالها فرضت المنظمات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على المغرب اتباع النموذج التصديري في سياساته الفلاحية، والذي ركز أساساً على تصدير المنتوجات سميت بالمنتوجات ذات القيمة التجارية العالية، والتي تؤثر بدورها على السياسة المائية. المنطق شنو هو؟ المنطق هو الحصول على إيرادات بالعملة الصعبة لكي تتمكن من سداد ديون، لأن المنظمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الغاية دياله هو أنه يضمن ديونه، وفي المقابل له توجه إيديوسياسي من أجل التحكم في السياسات الداخلية للدولة. وزاد تعميق هذا التوجه النيوليبرالي مع سياسة التقويم الهيكلي التي أثرت على المقوم الثاني للأمن الغذائي، لما لها من مجموعة من الإرهاصات الاجتماعية، وهو ما جاء في تحليلات جوناثان كيد وصوفي طوير. إضافة إلى ذلك فتم تعميق التبعية الغذائية مع سياسة التحرير التجاري واتفاقيات التبادل الحر، وهذه اتفاقية التبادل الحر كما جاء في مجموعة من تحليلات الباحثين الذين تناولوها وفق منطق الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية، تم إبرامها وفقا لاعتبارات سياسية، الاعتبارات الجدوى اقتصادية كانت أو اجتماعية، مما ولدت مجموعة ديال الآثار والتأثيرات السلبية على الميزان التجاري، لدرجة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي وصل إلى خلاصة مفادها أن الدراسة الموضوعية لمجموعة من المؤشرات تبين أن سياسة الانفتاح الاقتصادي تتطلب المراجعة. ارتباطاً بهذه المعطيات ماذا يتبين؟ يتبين بأن هذه السياسات الفلاحية التي تم اعتمادها لا تتجاوب وتلبية الحاجيات الغذائية للمغاربة، بل هي سياسات تتجاوب لحاجيات السوق الدولية وفق نموذج هاجسه الرئيسي التصدير والإنتاج، أي المنطق نيوليبرالي بالأساس. ولينا شنو كان في الواقع؟ شنو هو الواقع؟ هو نتج عنه تبعية غذائية قوية لمواد حيوية واستراتيجية كالقمح والذرة والسكر والزيوت واللحوم. فارتباطا بتفاوت موازين القوى
والفجوات الغذائية العالمية، وارتباطا كذلك ببنية الصادرات والواردات، أدى إلى إضعاف القدرة التفاوضية. لأن الإشكال فين كاين؟ نقوم باستيراد مواد حيوية واستراتيجية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، ونقوم بتصدير فواكه وخضروات وهي لا تمتلك القيمة الاستراتيجية لما نستورده، مما رتب نوع من الانفصال ما بين النموذج الإنتاجي والنموذج الاستهلاكي، بمعنى ننتج ما لا نستهلك ونستورد بكمية كبيرة ما نستهلك، إضافة إلى الآثار المترتبة على الموارد المائية واستنزافها، مما يعمق مسألة اللا أمن الغذائي. إذن هذا من جانب كيف تؤثر العولمة والعوامل الخارجية ومتغيرات البيئة العالمية على مستويات الأمن الغذائي بالمغرب. هنالك صاحب كتاب لماذا تفشل الدول في إطعام الفقراء؟ سياسة الأمن الغذائي في أطروحته، وهو إصدار 2022 باللغة الإنجليزية. وبعد أن تجاوز متغيرات البيئة العالمية وصل إلى فكرة أساسية، أن إلى جانب العوامل الخارجية هنالك عوامل داخلية للدولة تلعب دوراً محورياً في التأثير على السياسات الفلاحية وتعميق اللا أمن الغذائي، مسترشداً في ذلك على أطروحة ماكس فيبر للدولة. وركز بالأساس على تأثير النسق السياسي الذي يعتبره تالكوت بارسونز باعتباره فرعاً من فروع النسق الاجتماعي، تأثيرات جماعات المصالح الداخلية، إضافة إلى غياب أو ما يسمى بضعف الحكامة. في بحث أكاديمي برسم سنة 2023 لكل من فرانسوا مول وبيرلوس مايوكس حول موضوع الجوانب المهملة في السياسة المائية بالمغرب، إضافة إلى مجموعة من الباحثين يتساءلون، وصلوا إلى مجموعة من الأفكار وفقاً لمناقشة النسق السياسي المغربي وكيفية اشتغاله، أن المغرب شكل الاستثناء منذ استقلاله، بحيث أن معظم الدول التجأت إلى التنمية، في حين أن المغرب أخذ الفلاح كأولوية في نموذجه التنموي، ويتعلق الأمر بنوع معين من الفلاحة تنحصر في المناطق السقوية والموجهة للتصدير، وذلك راجع بالأساس لاعتبار سياسي، كون الدولة كانت عازمة على إرساء أسس سلطتها على حلقة وصل، وهم الأعيان القرويون. وهنا يطرحوا فكرة الفلاح الكبير والنخبة الفلاحية. وفي هذا الإطار يعتقد دوغلاس نورث وزملائه بأن القدرة على ممارسة العنف الاجتماعي حول الموارد هو المحدد الرئيسي لتوزيع الامتيازات في أغلب المجتمعات، بحيث يغدو التحكم في السلطة السياسية بمنزلة الوسيلة لاسترداد الريوع لفائدة الائتلاف الحاكم والدوائر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المرتبطة به. الآن إذا دققنا في السياسات الفلاحية بالمغرب، نجد بأنها يغلب عليها منطق إعادة الإنتاج بتعبير بير بورديو وجون كلود باسخون والتوسير، حيث نفس الخيارات تتوالى وتتكرر بنفس المنطق وفق منطق ثبات، كأن هنالك عوامل مقاومة للتغيير والإصلاح الزراعي الحقيقي. إذا شفنا مختلف السياسات وصولا إلى مغرب المخطط الأخضر، نجد بأن هنالك معطيين كيتكرروا، هو استهداف الفلاح الكبير إضافة إلى النموذج التصديري، مما رتب أنتج جماعات مصالح داخلية همها الوحيد تراكم الثروة والتصدير، بصرف النظر عن الإشكاليات المرتبطة بالتقلبات المناخية وغير ذلك من الأمور. وفي مجموعة ديال التقارير ديال مراكز الأبحاث وتقرير ديال يوليوز 2023 حول الأمن المائي من أجل الأمن الغذائي، كان واحد الخلاصة تم التوصل إليها،
دعم الدولة في القطاع الفلاحي أعطى الأولوية لاقتصاد السوق، وأقصى بعض الفلاحين الصغار لعدم قدرتهم على مواكبة سياسية على مواكبة سياسة إصلاح الإنتاج الزراعي التي أتى بها برنامج المغرب الأخضر، فعمليات الضخ المفرط جعل الفلاحين الصغار يواجهون منافسة شديدة من طرف الفلاحين المستثمرين في العديد من المناطق الزراعية، والتي تسببت ممارستهم المائية في استنزاف الفرشة المائية. من خلال الإحصائيات يتبين بأن التصدير ركز على بعض المنتجات الفلاحية كالحوامض والفواكه الحمراء، والمعروف على هذه الزراعات تقنياً أنها تحتاج كميات كبيرة من الماء، وهو ما جعل إذن في ما جعل بيرلوس وفرانسوا مول مايوكس إضافة إلى واحد تقرير داروا 30 خبير في أكتوبر 2022 من أجل إدارة مستدامة وضامنة للأمن المائي في البلاد، وصلوا إلى مجموعة من المفارقات التي تؤثر بشكل كبير على مستوى الأمن الغذائي بالمغرب. هذه المفارقات، المفارقة الأولى أزمة المياه مقابل المزيد من استنزاف الفرشات المائية. انت عندك أزمة مياه، ولكن في المقابل على الجانب الواقعي كنشوفوا استنزاف الفرشات المائية. مخطط المغرب الأخضر وتحدثوا على مجموعة الإشكاليات المرتبطة بغياب الحكامة والمراقبة الدقيقة. هنالك كذلك مفارقة أخرى تعرض إليها الباحثان، مفارقة ما بين المبررات الرسمية والواقع الهيدرولوجي أو العلمي، مجموعة من المفارقات. ثم المفارقة الثالثة، وهي كذلك مفارقة مهمة وأساسية وتؤثر كذلك على منظومة التقييم ككل، لأننا نعلم جيدا بأن من غادي نجيو نديروا واحد التقييم ديال السياسات العمومية، لأن التقييم كما تم التنظير إليه من طرف جون ليكا وستيف جاكوب أنه كيلعب واحد الوظيفة معرفية ووظيفة تقويمية، وبالتالي خص ضروري نظام معلومات يكون دقيق وصحيح وسليم، في حين أن المفارقة التي وصل إليها الباحثان هي أن تحت عنوان سياسة الأرقام واللايقين، خطاب رسمي ينتج أرقام ثابتة ويقينيات زائفة في بيئة غير مستقرة وغير مؤكدة على نحو متزايد. إذن من خلال هذه المعطيات، من خلال هذه الأفكار، ونظرا لضيق الوقت قد نطرق إلى مجموعة من التوصيات الدقيقة في هذا الإطار. التوصية الأولى وهي الأساس والبنية، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية في إصلاح أو من أجل إصلاح زراعي حقيقي وبنيوي وجذري. النقطة الثانية، يجب التفكير مليا في تقوية الاكتفاء الذاتي وتقليص نسبة التبعية، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية والاستراتيجية والحيوية، القمح، السكر، الزيوت وغير ذلك. بمعنى يجب الحديث والسير في منح السيادة الغذائية. النقطة التوصية الثانية، تقوية نظم الرصد الغذائي لمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية وملائمة المؤشرات الوطنية مع المتطلبات والمعايير الجديدة للأمن الغذائي. التوصية الثالثة وهي جد مهمة كذلك، لأن اليوم وفي ظل نسق السياسات العمومية المغربية التي تتسم بالتشتت وبعدم الالتقائية وبتعدد المتدخلين، يجب تعزيز وتقوية الالتقائية في السياسات العمومية ذات صلة بالتغذية والغذاء. ومين كنهضروا على تعزيز الالتقائية؟ بمعنى يجب الأخذ بعين الاعتبار مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد تتجاوز الطابع التقني التقنقراطي الذي كيشوف غير من الجانب ديال الأرباح، لأن معطى الأمن الغذائي هو معطى
باش يتحقق خص مجموعة ديال حتى السياسة الفلاحية ومختلف السياسات تأخذ مجموعة ديال الأبعاد ذات طابع الوظيفي بالأساس، ثم إعادة النظر كذلك في السياسات الاقتصادية، وخاصة من كنهضروا على السياسات الاقتصادية بالخصوص السياسة الميزانياتية، لأن اليوم السياسة الميزانياتية بالمغرب وفقا الطريقة ديال الاشتغال ديالها والتدبير ديالها أدت إلى مجموعة ديال الإشكالات البنيوية والهيكلية، يتعلق الأمر بعجز بنيوي على مستوى الميزانية، عجز بنيوي وهيكلي على مستوى ميزان الأداءات، وبالتالي نحن نعيش أزمة أو عجز ثنائي الأبعاد، ها عجز في الميزانية وها عجز في ميزان الأداءات، وبالتالي كنفقد ما يسمى أو ما يصطلح عليه بإرادة الفعل على تنمية سياسية واقتصادية متوازنة ومستدامة. ونقطة أخرى وأخيرة، يجب أن يتم توضيح مسؤوليات كل متدخلين في قطاع الماء وتنسيق استراتيجياتهم، وكذا تفعيل مؤسسات التشاور والتنسيق وفرض تقييم الأثر على الموارد المائية بالنسبة لكل المشاريع الكبرى للاستثمار العمومي والخاص، فضلا عن تحديد مسؤوليات الفاعلين من خلال تشجيع المشاركة الفعلية للمستعملين، ووضع آلية للتتبع والتقييم تعتمد على نتائج السياسات والبرامج في مجال الماء تقوم بها هيئة مستقلة وفق منطق تراكمي كما جاء في تحليلات الباحث شارلز ليندبلوم. وشكراً.